طلابي طلاب الصف الخامس وطالبات الصف الخامس العلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أسئلة غير أسئلة إثرائية عن الفصل الأول لوغاريتمات. أستاذ ليش هسه نزلتها؟ وين كنت هسه؟ أنتوا بعد ما خلصتوا امتحانات دزيتوا لي إياها، أستاذ حللنا هذه الأسئلة وكذا، فأني طلبا إجابة لطلبكم. هذه نقطة. النقطة الثانية أيضا تفيدكم امتحانات نص سنة قد تجي من عندها أيضا، وهي أسئلة إثرائية أيضا. فنجي الآن الحل، شوف شو راح نحل هذا السؤال. لوغارتم الأساس 2، 8000 نزلناه كما هو على 9، هذا السالب 2 راح ندخله على القوس على هذا وعلى هذا، فشي يصير عندي سالب 2 في 3 على 2 لوغارتم 10 الأساس 2، سالب 2 في الموجب سالب 2 لوغارتم أساس 2 ل 2 على 3. الآن وتساوي لوغارتم الأساس 2 ل 8000 على 9 ناقص، طبعا الثنين ويا الثنين راحت، يبقى الرقم يم اللوغارتم مش قلنا عليه يطلع يصير أس، هذا الرقم أيضا يطلع شي يصير أس. لاحظ هذا الرقم وهذا الرقم، هذه خواص اللوغارتمات. إذا ناقص راحت لوغارتم 10 للأس 3 والأساس 2 ناقصا لوغارتم الأساس 2 ل 2 على 3 الكل أس 2 الكل أس 2 ويساوي لوغارتم الأساس 2 ل 8000 على 9 ناقص لوغارتم الأساس 2 10 أس 3 يعني 10 في 10 في 10 10 في 10 في 10 وتساوي 1000 ناقص لوغارتم 2 تربيع، شوف وزعنا على البسط وعلى المقام، 2 تربيع 4 3 تربيع 9 بهذا الشكل. نجي الآن ويساوي عندنا تحول، تخلصنا من هذني اليم اللوغارتم أصبح لوغارتم جمع وطرح أو طرح، بس المهم يتحول الطرح إلى عملية قسمة واللوغارتمات إن شاء الله 100 لوغارتم، شي يصير لوغارتم 1 ويساوي لوغارتم ل 8000 على 9 قسمة طرح يتحول إلى قسمة، قسمة 1000 قسمة 4 على 9 بهذا الشكل. خلي نكملها. ويساوي لوغارتم الأساس 2 8000 على 9 يتحول القسمة إلى ضرب 1 على 1000 إلى يتحول القسمة إلى ضرب ونقلب بعد الضرب بعد القسمة دائما يتحول ضرب وأقلب يصير 9 على 4 دائما بهذا الشكل. خلنا نختصر نجي. التسعة طبعاً ويا التسعة راحت. الصفارة كلها ويا الصفارة راحت. ثمانية على أربعة بها اثنين. إذا الناتج يساوي لوغارتم اثنين للأساس اثنين. شوفه للأساس اثنين. وش يساوي الناتج؟ واحد. قدرنا أن نجد هذا الناتج شي يساوي لنا واحد. كان هذا السؤال، تعيده وتتدرب عليه. خلنا نشوف السؤال الثاني. جد قيمة السؤال الثاني، جد قيمة X إذا كان الحل لوغارتم، شوف هنا عندنا رقم، هذا الرقم هذه معادلة طبعا يطلع فوق هذا الرقم، شي يصير؟ يصير أس هنا. إذن هذه معادلة كاملة تشتغلها كامل، لوغارتم X ناقصا واحد الكل تكعيب ناقص لوغارتم X ناقصاً 3 الكل نصعدها فوق، شو يساوي؟ لوغارتم 8 لوغارتم ناقص لوغارتم، لوغارتم شو يصير؟ لوغارتم 1 البسط هذا ناقص يتحول إلى قسمة أو على X ناقصاً 1 تكعيب على X ناقصاً 3 الكل تكعيب، شو يساوي لوغارتم
لثمانية. طبعا اللوغارتم يروح ويا اللوغارتم بأخذ الإي هو بالأصل للطرفين، فراحت اللوغارتم ويا اللوغارتم من خواص اللوغارتم بالتساوي. إذن أكس ناقصاً واحد تكعيب على أكس ناقصاً ثلاثة الكل تكعيب شو تساوي؟ ثمانية. شو اثنيناتهم تكعيب، شو نتخلص من التكعيب؟ بالجذر التكعيبي. شوف قد حلو هذا السؤال، بالجذر التكعيبي. الجذر التكعيبي طار التكعيب صار أكس ناقص واحد على الجذر التكعيبي طار تكعيب أكس ناقص ثلاثة. الجذر التكعيبي من ثمانية اثنين. شوف بالجذر التكعيبي الحركة مال هذا السؤال بهذا الشكل، بالجذر التكعيبي تخلصنا من التكعيب، اثنيناتهم تكعيب فنتخلص منهم فرصة ضربة واحدة. أستاذ هاي أول مرة نشوفها. نعم عادي جدا، هنا تكعيب وهنا تكعيب. أستاذ زين إذا هنا تكعيب وهنا تربيع؟ لا ما نقدر، بس لأنه اثنيناتهم تكعيب فنفس ما يجري فوق يجري تحت عليه، فنفس الشيء الجذر التكعيبي للطرفين. وسطين في الطرفين، في وسطين في الطرفين، هذا على واحد، فصار عندي 2 في x 2 x ناقصا 2 في 3 6 يساوي 1 في x ناقص 1 x ناقص 1، فصار عندي 2 x المجاهيل في طرف والأرقام في طرف، 2 x ناقص x تساوي أنقل السالب 6 موجب 6، وهناش عندي ناقص 1. 2 x ناقص x x 6 ناقص 1 5. بهذا وجدنا قيمة x شو تساوي لنا؟ 5. شوف السؤال هذا شلون نفس الشيء، يعني هنا عندك عندنا هذا الرقم، هذا الرقم اللي جانا هنا، هذا الرقم صعدنا لازم ما يبقى شيء، ولوغارتمات ان شاء الله قلنا 100 لوغارتم يصير لوغارتم واحد، الطرح تصير قسمه، راح اللوغارتم وهي اللوغارتم، فبقى عندي بهذا الشكل الجذر التكعيبي. شلون تخلص من التكعيب؟ بالجذر التكعيبي بهذا الشكل. السؤال الثالث يقول جد قيمة، هذا السؤال جد قيمة، نكبر حتى يكون أوضح، جد قيمة هذه الحل. لاحظوا عندي هنا 2 شو يصير؟ تصعد فوق. عندي هنا 3 شو يصير؟ نصعدها فوق. اذا وتساوي لوغارتم 8 اس 2 للاساس 10 زائد لوغارتم 125 للاساس 10 ناقص لوغارتم 20 اس شقد صار؟ اس 3 للاساس شقد؟ 10. هذا شو راح نوجدها؟ خلنا نجد ويساوي لوغارتم 8 تربيع 64 للأساس 10 زائد لوغارتم 125 للأساس 10 ناقص لوغارتم 20 أس 3، يعني كم صفر؟ 3 أصفار، 1 2 3 و2 أس 3، 2 في 2 4 في 2 8 8000، 20 في 20 في 20 8000. هسه كلها تخلصنا من كل شيء من لوغارتم، كلها صارت لوغارتمات، كلها أسويها لوغارتم واحد، الضرب الجمع يتحول ضرب، الطرح يتحول قسمة. خلينا نشوف، إذا صار لوغارتم واحد 64 في 125 على قسمة على 8000 وتساوي، وفعلا لو تضرب هذه مكرر، ويساوي لوغارتم 64 في 125 راح تصير 8000 على 8000 بهذا الشكل، 8000 على 8000 ويساوي لوغارتم الواحد للأساس 10، ولوغارتم الواحد شو يساوي؟ يساوي صفر، نتذكرها زين، لوغارتم الواحد تساوي الصفر. إذن أعزائي اليوم أخذنا هذه أسئلة، يعني طلاب دزولنا إياها قلنا نحلهم إياها،
وننزلها. وهذا كان السؤال، وعندنا هذا أيضا كان سؤال آخر. يعني حلوة الأسئلة كانت، وهذه الأسئلة، وأيضا ارسلوا لنا عندكم أسئلة، أشياء، أفكار أخرى، ارسلوا لنا إياها حتى نجاوبكم، سواء حتى بالمتتابعات. هذا حلينا الأربعة، مكرر نفسه ذاك السؤال الثاني. لا تنسى قلت لك أنا منكم أمانة، تخبرون زملائكم، الكل لازم تشترك، لازم نجيب درجات عالية. يجوز صار عندنا كبوة أول شيء في اختبارات الفصل الأول، بعدنا بالبداية، بس لازم ونحاول أن نحصل على الإحفاء. هذا جدا مهم الكلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.